يحرص التونسيون قبل شهر رمضان من كل عام على حمل كل الأواني المصنوعة من النحاس إلى ورش متخصصة في تنظيفها وطلائها من جديد لتصبح جاهزة لإعداد مختلف الأطباق خلال هذا الشهر. يطلق التونسيون على هذه العملية القصدرة، وتتمثل في إكساء الآنية بطبقة من القصدير المذاب لحماية الطعام وحفظه من الأكسدة التي يتسبب فيها معدن النحاس. عام كامل نخدم اما مش كيما البيريود هذايا قبل رمضان قليل وين يجيب لك طنجرة مكفول ولا قفة باش يقدرها قليل اما البيريود هذي علاش الناس زيدا استانسوا ويحبوا في شهر رمضان المرأة تبدا فرحانة بمعونة كيما هكا تحب كوجينتها نظيفة وسط هذا السوق الشهير بالعاصمة يعرض حوالى خمسين متجرا مستلزمات المطبخ التي أخرجها الحرفيون بحلة وتصميم جديدين ومع اقتراب شهر رمضان يشتري التونسيون أواني للطهو وأعداد القهوة وأباريق الشاي وأكوابا صغيرة وقدورا بديت الخدمة هوني عمري 12 سنة أنا عمري 12 عام بديت الخدمة هوني يعني توا عمري 60 سنة عندي تويكة 49 عام هيني بكل 50 سنة بالسنة 50 سنة هوني في المحل هذا يرى صنعت الوالد الله يرحمه والحمد لله عليه صار كل شيء انا يعني دخلتها تشهد الصناعات الحرفية لأدوات المطبخ تراجعا بسبب ارتفاع أسعار معدن النحاس في كل أنحاء العالم ولكن في المقابل لا يزال هناك طلب متزايد على تلميع الأواني القديمة في تونس وفقا للعديد من الحرفيين